أمان يا مام. جمعاً يا حبيبي. أقعد. عاوزك 5 دقايق في كلمتين. أوي يا مام. أنت هتقولي الكلمتين في آخر 5 دقايق ولا إيه؟ أرجوك هقول أهو. عادل يا حبيبي، أنا حاسة كده إن أيامي في الدنيا بقت معدودة و... يا ماما ما تقوليش كده يا ماما، ربنا يديك الصحة وطولة العمر إن شاء الله يا ماما. هو في حد يا حبيبي هيأزل في الدنيا؟ طب خلاص براحتك قولي يا ماما. أنا بس عايزة قبل ما أسيب الدنيا أسيب لكم حاجة تفتكروني بيها. هو ده العشم برضه يا ماما، كنت عايزة تسيبي إيه؟ بابا عايزة إيه؟ مش لاقي الشراب بتاعي. روحي خدي الشراب بتاع خالتك نجلاء. ايوه ماما كنت بتقولي عايزه اسيب لكم بابا. ها عايزه ايه؟ يخرب بيت بابا عايزه ايه؟ الشراب بتاع نجلاء مقطع. خدي شراب ماما، اتصرفي، اجري. شقيه قوي ياسمين دي. الاولاد احباب الله، ربنا في كتابه الكريم بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. الحمد لله غطينا احنا حكاية البنون دي، فاضل حكاية المال. كنت بتقول عايزة اسيب لكم؟ كنت عايزة اسيب لكم السيرة الحلوة بس؟ لا، والسمعة الطيبة. اذا كان على كده هنهيص بقى يعني، اصل السيرة لوحدها هتعمل ايه؟ اهو اللي ما ياخدش سيرة ياخد سمعة برضو يعني. بابا الراحة المدرسة. طيب يا حبيبتي استني على الرصيف، ما تنزليش من على الرصيف الا لما يجي الباص. ماما صحيح ينفع اديها حاجه من نايبها مثلا بنص جنيه سمعه، بربع جنيه سيره او حاجه؟ معلش يا حبيبي، هو كان المفروض ان انا اسيب لكم فلوس. ماما فلوس ايه يا ماما، ربنا يخليك لينا، مش محتاجين فلوس الحمد لله، مستوره. طيب ماشي، ما دام مش عايزه حاجه يعني مش هتسيب لنا حاجه، محتاجه لك اي حاجه؟ انا استخرت ربنا وبإذن الله ناوية أحج. تحجي؟ يا سلام، ربنا يكتبها لك يا ماما. طب وانتي يعني هجيب فلوس الحج منين؟ أنا معتمدة عليك في الموضوع ده. يعني عايزة تبعتيني لحد أجيب لك منه فلوس؟ لا، أنت اللي هتطلعني أحج. أنا اللي طلعك تحجي ليه؟ وأنا طارق علام؟ لا، أنا لما أروح إن شاء الله للحج هدعي لك، لما أرجع رزقك هيبقى 10 أضعاف. بص يا ماما، يعني اكيد انا لو معايا فلوس مش هتاخر عليك ابدا، بس ان شاء الله اوعدك اول 100,000 جنيه يخشوا جيبي وما اكونش محتاجهم هطلعك الحج بيهم لوحدي. لا، انا عايزه ام ميرفت معايا. هي اللي عارفه الطريق يعني؟ هاي ويندوز تايتانيك بليز. بليز انا كنت عايز. ايه ده كنت عايز؟ يعني انت مصري بقى؟ يس. يا عم وسايبنا استهلك في الانجليش بتاعي. بص بقى، انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلا بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص انا الستات دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي. وهي بتموت في الانتيكات، وكيمو ايه بقى؟ واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى؟ عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط. قوم ايه بقى؟ هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص، اسمعني بس. انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده وعلى ترعه المريطيه، تاخدها كده تتغندروا مع بعض، مناظر جميله والخضره في الميه نفسها. البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي؟ ايوه ريلي، سعاد، منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يلا يا رمزي، الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبالك لعبه. باين تمثال زمبالك؟ يا دولا بص يا دولا، انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عيني. يا دولا في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه، بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود. وعايز اشتري كل الكميه اللي عندنا باي ثمن انت عايزه. زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دولا،
الأمانة سر النجاح. نجاح إيه يا فاشل؟ أنت مالك أنت ومال النجاح؟ قط فرعون أسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونة ويخرب بيتك يا دولة. ده مش قط، دي قطة. روح نضف البازار. وإيه الكيس ده؟ ده كيس زبالة باقي. وكيس الزبالة بيعمل إيه هنا؟ خد ارميه بر. خد تعال. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ ما ده وانا كان انا ما اه بحسب. اتكل على الله. بس يا حيوان ها رميت الزباله؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح انتوا يا بهايم انتوا. زبالتكم دي ترموها تحرقوها، مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد لما تبقى في الشارع الشوارع هتبقى مسكوكة. صح. هو انت كورال ولا ايه؟ انت مين؟ اخوك في الحياة سيد الزعفراني 0-10-5-7-3-4-5 وده اخر كارت معي. واو بكام ده؟ لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس ده كفايه بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه بس. سيد. نعم. ادفع. عينيا اجوع. شكرين يا استاذ سيد. سيد اتفضل يا استاذ سيد. اللي جاب لك يخلي لك. اللي جاب لك يخلي لك. اتفضل. مع الف سلامه. سلامه سيد. ايه ده؟ شفت ياد؟ ده البيع. ده البيع والشراء. ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجة. افهم حاجة. خد الكيس ورميه يلا. ما ترموش على عربيات حد. ارميه في اي حتة من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم. حاضر. تلاتة حاضر؟ اتكل على الله. يا السعادة. الشنطة دي وقعت من الواد رمزي. خلي بالك بعد كده. هاد مشكرين قوي. سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. وبعدين في الشنطه بقى المحجبه دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 احنا مش ناقصين جراثيم. خدها ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مره. هي شغلانه بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دوله بقى كل شويه بقى دوله وتشوح لي يا عم بقى. ما انا زهقت. السلام عليكم. السلام. اديني حاجه لله ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده انا عندي ميه على ركبي هنا اهو. طب كويس ان عندك ميه. ده في غيرك مش لاقي تشطب. تركب حنفيه على ركبتك بقى. ولا تتريق على شحات. ممكن ربنا يسخطك. طب انت لسه متريق. انا تريق انت بتتريق. ماشي ارجوك يا سعاده البي الجوده في الموجوده. اي حاجه اي حاجه يا حاج. ما انا قلت لك ربنا يحنن. الله يخليك يا بي. اي حاجه اي حاجه من عندك. حاضر يا سيد. حاضر يا سيد. الشحاتين دول. اتفضل يا سيد. ربنا يخليك يا سعاده البي. بقول لك معلش وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرى يا استاذ. انت فاكرني زبال؟ احنا شحات قد الدنيا. عالم زبالة. ايه ده؟ ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسكم انت. شوف بقى ابن عمي وما تاخدهاش يعني مني تقيلة يعني. ها؟ هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم؟ وبدل ما تتحوج للاشكال دي السلقط لك عيل حرك كده اهو ياخد باله من البازار. يبيع لك تماثيل. يرمي لك زبالة. اجيب عيل يعمل لي طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دوله انا هنا اشراف عام. السلام عليكم رامي. خد اتصرفت لي في فلوس الحج؟ ماما النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه؟ ده عشان الشهر طلبات الشهر يعني نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك بس في اولويات. اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط يعني. انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده يعني ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه.
طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيره وطايشه وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحده ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزه حاجه تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو بابا عايزه 30 جنيه. وانت عايزه الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هديه للمدرسه. بمناسبه ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هدية يعني؟ أنا مش فاهم أنا، وكل شوية هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم، ما أنت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الأول. أيوة أدفع اللي عليا إيه وبجيب وأدي إيه؟ دي طلبات الشهر، يعني الحق عليا. عادل صحيح افتكرت يا حبيبي، عايزة 10 جنيه عشان أجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما أنا جايب الدجاج نفسه أهو، وأدي طلباتها أهي كل، أدي الخل وأدي الزيت وأدي الطماطم وأدي الفراخ اللي هتعملي عليها المرق اللي أنت عايزاها، وأدي البرتقانة أهو اللي أنت قلتولي عليه، وأدي موزة أهو ولسه موز فريش، اتفضلي، وأدي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجة، يعني أنا مش حارمكم من أي حاجة، مش مقصر معاكم في أي حاجة، وكل شوية هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل، عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب فين ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا بيستجاب لي دعاء، بأمرت ان انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه، كلتيه وهو سهل وخايب نايف نايف كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو حطيهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. ولا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه يرميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثة لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تن 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 تن، اوبا انزل على المسرح وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده يا سيدي الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عاملين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم، ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتكل على الله. طب نصيب يا دولا واحده بس، واحده بس يا دولا. اتكل على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتكل على الله يلا. يلا يلا خلاص، انا سالتك وخلاص. طب دولا طيب دلوقتي يا جماعه عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعه انا كنت نسيت كيس اسود. خير يا دولا. صباح الخير. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض، ده انا اتأخرت قوي، لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. فطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي كل الأول.
اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الاول وبعدين انزل البازار. ايوه اصل انت مش فاهمه رمزي. عاوز ايه؟ انا دوله حبيب قلبي ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دوله حبيبي الف سلام عليك يا دوله. الف سلام عليك. انت ايه جايب لي هديه من البازار بتاعي يا فندم؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب. الهنا والشفا. اهو محدش بقى سأل على الفلوس لغاية دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه؟ مرات الظابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ اقول لك ايه بقى؟ انا عندي فكرة كويسة جدا. احسن حاجة تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2.5 جنيه ده. لا يا عادي. احسن حاجة تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دوله، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين. صح ايوه، وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه، ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا، مع السلامه. بس يا عم، وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ بل هقول لحضرتك، حتى بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع، اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ كانوا دولارز. دولارز؟ أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك، دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لازم من المطار عليك على طول. والله. ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش، مش كده؟ فعلا. لا انا عناية ليك، اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم؟ اثبت يا عم ربيع. يا عم ربيع. لا حول ولا قوة الا بالله. راح عم ربيع المسحراتي. بس ده يسحرها في رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان، انت رمضان كله هتبقى صاحي، لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفه. بتضحك عليا؟ معلش يا دول، انا منحرج منك يا دول، انا منحرج منك. بس الجوع وحش. الجوع وحش، وانا عمري جوعتك يا رمزي؟ جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه، بس ما جابتش نتيجة. حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ أصلا المرة اللي فاتت شفت التمثال ستايل تحفة تحفة. بس أنت وضبت المحل ولا إيه؟ يا عم ما وضبناش ولا حاجة، ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني يا عم. استنى يا رمزي، يا أستاذ أنت عايز إيه بالظبط؟ بقول لك إيه؟ أنا هنا امبارح سبت كيس أسود بلاستيك. عايزه ليه؟ جايله ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمزي اتصرف يلا، اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي؟ اتصرف؟ اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك؟ ما تتصرفش. محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكوا دلوقتي، اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه، ما تطلعش بره يا حيوان. اصل ده غبي شويه. معلش حضرتك، خلي نفسك بركات. استنى استنى حضرتك، ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي، انت على طول بتيجي متاخر كده. سعاده الباشا ده كان هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب، وعلى فكره
انت ليك نسبة 10%. ربنا يخليك يا باشا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا رنن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك، ده رئيس العصابة يا باشا، اسمه رمزي، وبركات ده هو اللي شغال معايا. انا دولة؟ انت انا دولة؟ دولة انا.